الله الرحيم. حاجه واحده اللي خصنا نعقلوا عليها اليوم، النجاح 100%، وهذا تاكدوا التوقيت ديال الفائز، تاكدوا ايضا عدد المشاركين. المشاركين اليوم في اكثر من 2500 مشارك، خصنا نعقلوا على هذا العدد، لان كاين الناس اللي اشتركوا بالصدريات، كاين اللي ما عندهمش صدريات. وايضا الفائز بتوقيت 27:51 احسن توقيت هذه السنه هذه في العالم العربي والافريقي وبالخصوص في المملكه المغربيه. الهدف الرئيسي للجنه المنظمه هو فوز مغربي، الان جاء ولد خريبكة وفرحنا بان حصل النتيجه اللي كننتظروها كلنا. سنعطيو موعد للجمهور المغربي ديال العاب القوى بان الحمد لله السباق على الطريق غادي على خير وبخير. الموعد القادم في ماراثون اكادير 20 كيلومتر ديال مراكش، وعدد السباقات يتكاثر كل يوم. خصنا نعرفوا واحد القضيه، اي قريه في المغرب، اي مدينه في المغرب الا ومحقها تنظم السباق الدولي ديالها. الاقاليم الجنوبيه الان كي كنقولوا غنيه بالسباقات على الطريق. المثال الاكبر وهو نصف الماراثون الدولي ديال العيون اللي عنده الدوره 20، تنظم 20 سنه، كيبان بان كاين المعقول وكاين استمراريه. وايضا ترفايا استرجاع ترفايا سيكون يوم 14 ابريل، والسباق الدولي المعروف بمدينه الداخله استرجاع اقاليم وادي الذهب يوم 14 اوت، يعني وخطوات طنطان الدوليه. على الاقل عندنا 5 سباقات في الاقاليم الجنوبيه. المملكه المغربيه غنيه بالسباقات على الطريق من طنجه الى القويره، هذه بتعليمات سيدنا الله ينصره. الرياضه هي الاولى، الرياضه هي كتحل المشاكل السياسيه، واي حاجه خربتها الحرب الا وكتصلحها. انا بعد اكبر مفاجاه بالنسبه لي اليوم هي الفوز المغربي. كنا كنحلموا بها يديروا من الثلاثه الاوائل، وكتلاحظوا بان شفتوا النتائج في المملكه المغربيه بان ما فاش مغربي هذه السنه في اي سباق. حتى الماراثون ديال مراكش فاز به كيني، والان فاز مغربي وبتوقيت جيد، احسن توقيت في المغرب في العالم العربي وربما على المستوى العالمي. يعني 27 دقيقه و51 ثانيه كتتعاون وكتساعدوا باش يشارك ان شاء الله في بطوله العالم اللي غتكون في الدوحه، او الالعاب الاولمبيه غتكون في طوكيو 2020. بحال هاد الناس علاش نقلبوا؟ هذا هو الخلاف، هذا هو يعني غريب النمره جوج ولا الكروج النمره جوج. الماده الخام موجوده في المملكه المغربيه، خصنا نتهلاو فيهم، خصنا نعاونوهم، وخصنا ناخذوا مسؤوليتنا كاملين. خصنا اي انسان يدير الا اللي عليه، هذا هو احسن كلمه. وكنشكر الجميع والخصوص الصحفيين، الجمهور ديال الرودان، جمهور مؤدب، كنشكركم وكنبغيكم لله. لا عاود